المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بزمن ميلادك المجيد بالتهاليل والترانيم المقدسة، وعندما تظهر في اليوم الآخر وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعاً من الشمس، ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله فعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه سوراً حصيناً لرعيته، ووضع سق خلاص لميراثي، ورفع بها شأن بيعته، وأبهج الشعوب التي آمنت به برخمور ريشكوهني. أيها المسيح إلهنا، يا من بصليبك الثمين أتممت لنا خلاصاً كاملاً وأهلتنا اليوم أن نحيي ذكرى صليب خلاصنا، ها إنا نعيد له بالتسبيح والمدائح هاتفين: تباركت يا عود الصليب المقدس، لأنك محوت لعنة آدم وأرجعت المنفيين إلى ميراثهم. تباركت لأنك وصلت بين العلويين والأرضيين. تباركت لأنك تممت الأنبياء برموزهم، وأنرت الرسل في كرازتهم، وكللت الشهداء بإيمانهم، وشرفت المعترفين بظفرهم. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا على عطر هذا البخور أن يكون عيد ارتفاع صليبك الكريم بشير الأمان والسلام. ارفع به شأن بيعتك المقدسة، دبر رعاتها، زين بالفضائل كهنتها، نقي شمامستها، عضد شيوخها، أدب أطفالها، قوم شبيبتها، صن أيتامها، أعل أراملها. أرح في مساكن النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك، وأهلنا جميعاً أن نستظل حماية صليبك في يوم مجيئك العظيم.
برخ مورش كهني فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأباد. اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي قدمناها في عيد ارتفاع صليبك الكريم، وليكن رسمه دوما نصب عيوننا ليقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي برخمورش كوني ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأباد. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. القدس إله الواحد آمين. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. وبارك يا رئيس الكهنة.
يا إخوتي، إن كنا نرجو المسيح في هذه الحياة وحسب، فنحن أشقى الناس أجمعين، والحال إن المسيح قام من بين الأموات، وهو باكورة الراقدين. فبما إن الموت كان بواسطة إنسان، فبواسطة إنسان أيضاً تكون قيامة الأموات. فكما إنه في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح سيحيى الجميع، كل واحد في رتبته، المسيح أولاً لأنه الباكورة، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه، بعد ذلك تكون النهاية. حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يكون قد أبطل كل رئاسة وكل سلطان وقوة، لأنه لا بد للمسيح أن يملك إلى أن يجعل الله جميع أعدائه تحت قدميه. وآخر عدو يبطل هو الموت، لقد أخضع الله كل شيء تحت قدميه. وحين يقول الكتاب أخضعوا له كل شيء، فمن الواضح إنه يستثنى الله الذي أخضع له كل شيء. ومتى أخضع للابن كل شيء، فحينئذ يخضع الابن نفسه للذي أخضع له كل شيء، حين يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يفعل الذين يتعمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون أبداً، فلماذا يتعمدون من أجله؟ ونحن فلماذا نعرض أنفسنا كل ساعة للخطر؟ أقسم أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا، إني أواجه الموت كل يوم. إن كنت صارعت الوحوش في أفسس لغاية بشرية، فأي نفع لي؟ وإن كان الأموات لا يقومون، فلنأكل ونشرب، لأننا غدا سنموت. لا تظلوا، إن المعاشرات السيئة تفسد الأخلاق السليمة. أيقظوا قلوبكم بالتقوى ولا تخطئوا، فإن البعض منكم يجهلون الله. أقول هذا لأخجلكم. والتسبيح لله دائما. وبارك يا رئيس الكهنة. كلمة الصليب عند الهالكين حمقا، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. هاليلويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال متى الرسول: خرج يسوع من الهيكل ومضى، فدنا منه تلاميذه يلفتون نظره إلى أبنية الهيكل، فأجاب وقال لهم: ألا تنظرون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر
إلا وينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون دنا منه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك ونهاية العالم؟ فأجاب يسوع وقال لهم: احذروا أن يضلكم أحد، فكثيرون سيأتون باسم قائلين: أنا هو المسيح، ويضلون الكثيرين، وسوف تسمعون بحروب وبأخبار حروب، انظروا لا ترتعبوا. فلا بد أن يحدث هذا كله، ولكن ليست النهاية بعد. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وزلازل في أماكن شتى، وهذا كله أول المخاض. حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم، ويبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، وحينئذ يرتد الكثيرون عن الإيمان، ويسلم بعضهم بعضا، ويبغض بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون الكثيرين، ولكثرة الإثم تفتر محبة الكثيرين، ومن يصبر إلى النهاية يخلص، ويكرز بإنجيل الملكوت هذا في المسكونة كلها شهادة لجميع الأمم، وحينئذ تأتي النهاية. حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. أبتي الوكيل البطريرك المحترم، سعادة أو معالي الوزير والعقيلة، أحبائي أبناء هذه الرعية وبناتها الكبار والصغار والشباب، أنا سعيد جداً بعد فترة سنتين من الغياب القسري عنكم بسبب كورونا كما تعلمون، نعود لنلتقي، وآمل أن نلتقي هذه المرة مش كل سنتين، لا كل شهر أو كل شهرين، لأنه وأنا بعيد عنكم كما قلت في الجسد أنتم دائماً كل يوم في القلب وفي الصلاة، وأسأل دائماً عن الرعية قبل من خلال أبونا غازي واليوم من خلال أبونا جوزيف. سعيد أيضاً أن أكون معكم اليوم لأول مرة بعدما تسلم أبونا جوزيف الرعية. أنا مبسوط أنه في أولاد كتير وعم معلش شي حلو أنه عم تجوا مع الأولاد. أكيد يلي بيجمعنا هو الرب. كل ما اجتمع اثنان باسمي أنا أكون بينهم، ونحن هنا نجتمع باسم الرب، وتأكدوا إنه الرب فيه هو معنا فيما بيننا، هو يجمعنا. والذي يريد أن يجتمع مع أخيه الإنسان باسم الرب أكيد يكون الله معه. في أحيانا كتير نجتمع مش باسم الرب لا سبب، نتفرق بسرعة، حتى لو كنا بالكنيسة، حتى لو كنا بالرعية، نلتقي نجتمع بتوشوش بنحكي هيدا عفلان وهيدا عفلان، هيدا مش باسم الرب، هيدا باسم الشخص، وأحيانا باسم للأسف الشرير، وهذا يهدم ولا يبني. نحن أنا وإياكم مع كاهن الرعية نلتقي والرب فيما بيننا، ويلي بده يجي يجتمع وما بده الرب أفضل ما يجي. وهذا هو فحوى الإنجيل اليوم يلي سمعناه، ويلي بيكمل إنجيل أحد الماضي. أحد الماضي اختلفوا الشباب
مين بده يقعد عن يمين يسوع بالسماء ومين على شماله؟ جوابنا الرب. اليوم نحن بالأحد الثاني من زمن الصليب، وأنا أولت امبارح حكيت زمن الصليب في ثلاث أفكار بقولها باختصار. أول شيء موقف إيماني، هلا بعد شوي بنؤمن بتقولوا وسوف يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، فإذا بنآمن إنه في مجيء تاني، ويلي بآمن يعني بيشتغل لهذاك الوقت بده يحضر حاله. هذا الموقف الإيماني. الموقف الثاني هو الموقف الروحي. الروحي شو هو؟ الصبر على الصعوبات، على صعوبات الحياة، على المشاكل، والثبات في الإيمان. مطلوب من اسهروا اثبتوا إلى آخره. والثالثة هي إنه نحن وناطرين تيجي المجيء الثاني بدنا نعبي سراجنا مثل ما عمل مرشربل بالأعمال الصالحة. عشر عذارى أخذنا ما صبيحهن، خمس حكيمات وخمس جاهلات. شو الفرق بيناتهم؟ حكيمات أخذوا الزيت. شو الزيت؟ أعمال صالحة بحياتنا اليوم. المسيح أو المسؤول عن شركة عنده ثلاثة موظفين، عطاهم واحد عشر وزنات أو خمسة، واحد ثلاثة واحد اثنين، قالوا تاجروا فيهم، ورجع وعمل حساب. بكره حتشوفوهم بالأحد. أو بيقول له من تراه الوكيل الأمين الذي أقامه سيده على أهل بيته؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده فاعلا هكذا فيقيمه على الكثير. فإذن هو يلي هن آخر الأناجيل بتوجوا زمن الصليب. الصليب مش الصليب العيد، الصليب أبونا جوزيف ارتفاع الصليب، صليب المجد يلي خلص هداك راح، مات المسيح وتعذب عليه وتألم ومات. الصليب الثاني هو الصليب الانتصار والمجد. طيب الإنجيل أنا اليوم قريته وحطيت هيك علامات، طلع تقريباً عندي 18 وصية، 18 شغلة إلى المسيح اليوم. منها بقلنا انتبهوا انتبهوا انتبهوا، منها بقلنا شو بده يصير، وبعدين آخر شيء بيعطينا خلاصة حلوة. وهودي يلي سمعتوهن هودي صاروا بعد المسيح. الهيكل تهدم سنة 70 بعد المسيح على يد الرومان، تيتوس وغيره فاتوا ودمروا الهيكل. لأنه شو قال المسيح؟ إجوا الرسل طلعوا من الهيكل عم بيصلوا، والهيكل كان عظيم، كان ارتفاعه 60-70 متر، ضخامة، بناء روماني عظيم بناه هيرودوس. قالوا له شو هالعظمة يا سيدنا؟ طلع شو قال لهم؟ قال لهم سوف يأتي يوم لن يبقى هنا حجر على حجر. هودي سكتوا، سكتوا شيء تقريبا نص ساعة، المسافة بين الهيكل تينزلوا على وادي قدرون يطلعوا على جبل الزيتون لفوق، وهودي عم بيقول شو عم بيقلنا؟ شو قال يسوع؟ بيتهدم؟ معقول؟ بس قعد بجبل الزيتون قربوا منه، قالوا لي يا سيدنا انت قلت هيك، ايمتى هي بتصير؟ شيء طبيعي، واحد عم بتنبه. بيقول له قبل ما ادخل بالتفصيل بدي اقول لكم اياه، الهيكل اللي عم بيحكي عنه المسيح مش بس الهيكل اللي تهدم، عم بيحكي كل انسان شايف حاله متكبر، شايف حاله قد الدنيا، شايف حاله معبي العالم. لا، لن ياتي، سوف ياتي وقت كله بيزول. أرسل الأغنياء والمتكبرين أنزلهم عن العروش. هذا هو بالنسبة لنا الهيكل الحقيقي، أنك تكون إنسان دائماً متواضع لحتى ما يجي وقت وتنتهي. فهذا الهيكل الحجر، وفي هيكل النوع الثاني. هلأ وقت اللي ببلش يعدد عم بيجاوبهم بيقول لهم تحذير. بعد شغلة يقال إنه سنة 90 بعد المسيح، وقت اللي اكتشفوا اليهود إنه في فرق بينهم
بإيمان هن والمسيحيين طردوه من الهيكل. ليه؟ لأنه اليهودي عم بيصلي واليهودي الثاني اللي صار مسيحي عم بيصلي حده، المسيحي عم بيصلي وعم بيذكر اسم يسوع. وعيوها قالوها وشكلوا خطر علينا، هودا بده ينهونا، هيتا ننهيهم قبل ما ينهونا مثل ما قالوا عن المسيح. وهيك صار طردون من الهيكل سنة 90، وأخذوا قرار بمجمع يبني اللي هو حتى الأبيب إنه هودي جماعة بدنا نحاربهم، هودي ضدنا من 80 و90 وطالع. بقول المسيح احذروا أن يضلكم أحد، عم بيقولوا مش لقلن هلا، لقلنا نحن اليوم، ونحن معرضين لكل الناس، في كتير ضالين وبحبوا يضللوا موجودين، بيكون لابسين ثوب الحملان وجاي كرمالك ودقل لي الباب افتح لي بدي احكيك عن المسيح بدي احكيك عن العذراء، بالسوا بهلا جايين فيه تفتح له شوي بتكتشف انه هو ايمان وغير ايمانك، بدك تكون منتبه وبدك تكون تعرف تميز. التمييز مهم جدا، اي هو جاي فعلا باسم المسيح الحقيقي، اي هو جاي باسم المضللين يلي بيزحوك عن ايمانك. وهودي هون موجودين كثير وبهالايام وكل الايام، وقت المسيح لهلا وراح يضلوا، بننتبه. كثيرون يقولون انا هو المسيح، بقلنا بعدين تسمعوا بالحروب، في شي مره نحن خلقنا بلبنان ولحد هلا حروب ما اهدينا ابدا، ولكن بقلنا المسيح ما تخافوا، انا مش لانه رجل دين يعني ما بخاف، انا مؤمن انه الرب اقوى، لا سبب حرب وزلازل ومجاعه مش ممكن تاثر علي وعلى ايماني، لاني مثل ما قال مار بولس ذكرته المدام، نحن ابناء الرجاء مش ابناء الياس والاحباط. اكيد نحن عم نحكي في اخواننا من لبنان ومن العراق وغيره مرقنا بصعوبات ومشاكل، اكيد بالعراق مرقوا اصعب مع داعش وغيره وهلا مسافرين، بس اكيد حاملين الايمان بقلبهم ما بيتخلوا عنه، الظرف القاسي قهرهم لحتى انه يتركوا، بس مش معناتها تركوا ايمانهم، بالعكس. وانا بحييهم على هالايمان القوي يلي عندهم اياه. بقلنا ستقوم امه على امه، دائما عم يكون هيك، دائما اخبار تسمعوا علقانه هون حرب هون الى اخره، هذه موجوده على طول، مجاعات زلازل كلهم هو ذكرهم. بيقول هيدا بعد ما صار شيء، هيدا اول المخاض، بعد في شيء اكثر. ليش عم بيقلنا هيك؟ لحتى يقلنا انتبهوا، جاي ايام صعبه، ضلكم ثابتين، يسلمونكم الى الضيق، هيدي صارت وعم بتصير، يقتلونكم صارت وعم بتصير. وقال البابا فرانسيس عمل صلاه حلوه عن الصليب وبيذكر هالشيء، بيقول الصليب مرعب ومخيف بالوقت ذاته، الصليب علامه رجاء وعلامه انتصار، مرعب مخيف لانه هوليك بيستعملوه للقتل، بينما نحن عنا اياه لغير هدف غير شيء. يبغضكم جميع الناس من اجل اسمي، شو يعني انت شو يا اخي مسيحي؟ وهون سمعت كثير منكم عم بيقول احيانا يعني بيشوفونا وما بيحبوا او بيشمئزوا، معلش. بعدين يبغضكم الجميع من اجل اسمي، يرتد الكثيرون. نعم سمعت هون عم بيقولوا في كثير مسيحيه بغيروا دينهم، بيعتبروا انه فيش فرق، لا في فرق كبير كبير، فيش نسبه، فيش نسبه، فرق واحد، بيؤمنوا بالمسيح انه هو ابن الله، بيؤمنوا الاب وابنه وروح القدس، لا خلص هوديك شو بعد ما بعدنا بالبدايه. بيرجع يسلم بعضهم بعضا، يعني بيصير في وقت تكون في حرب بيصير تشكوا على بعضهم، هيدا هيك وهيدا هيك وهيدا هيك، للاسف يعني يبغض بعضهم بعضا، ويقوم انبياء كذبة مثل ما قال باول شيء. وهون مثل خلاصه، ومن كثره الاثم الخطيئه تفتر المحبه في قلوب الكثيرين. نعم وقت الواحد بيعيش بالخطيه يعني ما فيش محبه بقى، الخطيه يعني
تقسم الإنسان، ما بتعودش تخليه واحد أمام الرب صفي فكر ياخده فكر يجيبه، بيعمل خير؟ لا، بيعمل شر، شر أهين إلى آخره. وبعدين بعوش في محبة بين الناس، لأنه الناس عم بتتشكع بعضها وعم تأذي بعض البعض، وخايفة من المصير الصعب يلي هو الموت. هون المسيح بيعطينا موقف حلو جدا، ولا مرة الإنجيل بيسكر بتشاؤم، أبدا أبدا أبدا. شو بيقول هون؟ من يصبر، تعرفوها، إلى النهاية يخلص. الصبر، طولوا بالكم، اصبروا، بيحكي عنها كثير مر يعقوب برسائله. وهون أنا عم بفكر فيه، أنا عم بحكيكم يعني، عم بتأمل أنا يا أبونا موسى، عندك نعمة الصبر أنت؟ كل واحد منكم لازم يسأل نفسه. بقول هون كمان أعظم من الصبر، يكرز بإنجيل الملكوت هذا، رغم الاضطهاد والقتل واللي بدكم إياه والانقسام والضلال، بعد كلمة الله ماشي سحب وهي بتنتصر. قال له وكلمة واحدة من الإنجيل لا تزول، كلمتك مصباح لخطايا، كلمة واحدة لا تزول. بالعكس، هذه الكلمة هي الحقيقة، هي الرب يلي هو بده يدله ماشي لحتى ينتشر بالعالم كله. ينتشر بالعالم من خلال مين؟ هيك بالهواء؟ من خلال تلو المياري اللي معنا اليوم، من خلال كل واحد منكم، إن كان بالكلمة وخاصة بالعيش، بالمثل الصالح، تنتشر هذه الكلمة. بده يجي وقت، أي متى ما حدا بيعرف. وبيقول وعندها تكون النهاية، أي نهاية؟ نهاية الشر، لأن الأرض مثل ما بيقول سفر الرؤيا سوف تتحول إلى سماء، إلى فردوس مثل ما كانت قبل خطيئة آدم وحواء. هذه أنت، هذه شغل كل واحد منكم، أنا أول واحد، أنا مسؤوليتي أكبر لأنه تكرست من أجله، وأنتم كمان كل واحد منكم بدوره وبما أعطاه الرب وبالرسالة الذي يقوم بها، يجب أن يكون حامل البشارة، بشارة الرب، بشارة الإنجيل، يعني الخبر المفرح والسار. ومار بولس بيقول انتبهوا يا شباب لا تضلوا، إن المعاشرات السيئة تفسد الأخلاق السليمة. هون بدي أتوجه للأباء والأمهات لحتى يعرفوا وين أولادهم عم بيروحوا، وين عم بيسهروا، مع مين عم بيروحوا، مين عم بيبشرون، مين عم بيحكيون. أنتم مسؤولين اليوم أمام الرب. أنا بعرف كنا صغار كان بيي قلنا بس يدق الجرس تروح على الكنيسة، بتصلوا بتقدسوا، بس تخلص قداس ترجعوا على البيت. وقلنا فلان وفلان وفلان ما احترمنا لقلهم، اوعى تعشرون. وهيك ربينا لحتى يحافظوا علينا، لأنه نحن بعالم صعب. ومار بولس كمان برسالته ورح انهي بيقول أيقظوا قلوبكم بالتقوى ولا تخطئوا، بعضا منكم يجهلون الله. نعم، كنا عم نحكي اليوم مع ابن جوزيف انه في نقص كبير بالمعرفة الدينية، بالثقافة الدينية وين ما كان، خاصة عنا. ورح يشدد على انه نسقف اولادنا، لانه كل شيء بيتعلم الواحد هو صغير كالنقش في الحجر، بيكبر وبيكبر معه الايمان مع الوقت، ولكن ببلش هو وصغير. هون بدي اولا اشكر ربنا بعد هالفترة انه انا بيناتكم، وسوف نتحدى كورونا وغير كورونا لنكون معكم. نشكر مار شربل يلي هو مظلل هذا المكان وهذه المنطقة وصيته في العالم اليوم، وهون كمان حتى على الحدود تحت فوق بيقولوا لي وين ساكن، بقول لهم مار شربل على طريق المطار. اوكي عرفنا، صار يعرفوا كلهم حتى المش مسيحيين يعني. ثالثا شكر لأبونا جوزيف على استقباله وعلى محبته ومعاونيه كمان معه. شكر
لجلالة الملك عبد الله الثاني، عائلته، للوزراء ورئاس الوزراء وغيرهم، يلي فعلا عم بيجعلوا من الأردن واحد أمان وسلام وواحد حرية، يلي عم بيجي عم بيشوف دائما في تقدم وفي عمران. هيدا أكيد بفضل السهر على هذا الوطن حتى يبقى واحة بهذه المنطقة يلي كلها تخضيت، يبقى واحد سلام. نصلي من أجلهم حتى ربنا يحفظهم. الشكر لكل من تعب في بناء هذه الكنيسة، بدءا من سيدنا شيحان وصولا لليوم إلى أبونا جوزيف يلي رح يكمل المسيرة يلي حطوها الشباب، يحط مدماك تاني وتالت، رح يشتغل على صعيد رعوي والتاني على صعيد عمراني، وكلكم مبسوطين ومرتاحين، نحن مبسوطين ومرتاحين ببركة سيدنا البطرك. وأنا والكل رح نكون معكم مع الأبونا ومعكم حتى نواكب كل عمل عم تقوموا فيه، ونساعدكم نحط إيدنا معكم ونصلي من أجلكم. وبنذكر أكيد كل يلي تعبوا وساهموا منكم حاضرين وغيبين، يلي حط فلسي الأرملة، يلي حط ألف، يلي حط ألفين، يلي حط أكتر، أو كلهم عند ربنا موجودين في إجي فوق لإلنا موجودة. رب بيعرف كل واحد منكم شو عمل، مرشار بيعرف. واسمحوا لي كمان نصلي من أجل يلي فارقونا وتركونا، منهم الشديقين كانوا على مذبح الرب هم رسمتهم أنا، حنا الصفدي توفى من شي سنتين يمكن، وبشارة النبر يلي مدامته حاضرة معنا ويلي عمرهم كان متقدم، تقدموا وأخذوا هالدرجة الحلوة اسمها الشديائية، وكانوا على هذا المذبح يخدمون إلى جانب الكهنة. إن شاء الله يكونوا على يمين الرب فوق عم بيخدموا مثل ما بيقول سفر الرؤيا. الشكر لتلفزيون تليليميار، وبطلب صلاتكم من أجلي، من أجل الأبرشية، من أجل النيابتين في القدس وعمان، من أجل أبونا جوزيف ومعاونيه، من أجل السلام في الشرق، ومن أجل وطننا لبنان يلي نحن كلبنانيين وأنتوا بتحبوا لبنان كلكم سوا وتعرفوا شو في بلبنان، لحتى ينهض من هالكبوة، لحتى ربنا يخد شوي ضمائر المسؤولين حتى يشتغلوا بضمير وبمحبة، لحتى يرجع السلام. باركنا الرب جميعا بما فيه خيرنا وفرحنا وسلامنا بشفاعة العذراء مريم ومار شربل والقديسة ألفونسين والقديسة ماري بواردي اللي صاروا قديسين مش من مدة طويلة، ونعمة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابة الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله الحق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي مجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. الله جد.
دحل تخمر يودا بارد وبزادي قطخ لفي قالون قابل قربون ونتراحى معلي موريو املي خوغيو تلبش هاليلويا إلونو لحمو تحايي إمار مورا من رومو العمقو نحتتني حبي علمو شالحنابو من تدلو بسرو واخدي فرتو تحيتي مازمتو قابل تنكسد مريم أخرطوطو هم سيحني بيديهون كهني عالمدبح هاليلويا قابل قربويا أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حملنا إليك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس أجزل علينا بركاتك الروحية وبدل أعطيانا هذه هب لنا الحياة والملكوت آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم ولاسيما الطبوية والدة الله مريم وخطيبها يوسف ومرمرون وشرب الشفيع هذه الكنيسة والرعية أذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة الشديقين النبر وصفدي وفؤاد جوزيف خلف واذكر هذه الرعية وأبنائها خاصة المرضى الذين طلبوا أن نذكرهم واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان قالون تخرون لن يشتي حسود كين يكون والخيول يلدعيت من دور الدور وعدام العالم علمي آمن وآمين نفور مربطرس هامة الرسل صفحة 751 المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين أيها الآب إله السلام وسيد الأمان هب لنا جميعاً وأهلنا وأنق بعضنا بعضاً بنسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا مذبح الله السلام للأسرار المقدسة الموقعة عليك. السلام لك يا أبت كاهن الرب والسلام لكم يا ميراث الروح القدس. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في Thank you.
أمامك ربنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين. وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس برخ مور يشكون الآن وإلى الأباد. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأباد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها بنيت يا الله. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين قدوس. القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتولة لخلاصي. وبيوم هودقتم حشودي لمعبد حي ساب اللحم بيدا وقادشوتو وبارخ قادش وقصو يا بالتلميدة وكادو مار ساد أخول منك والخول هونو تريتا فغرودي دحلو فيكون وحلو ساقية ما تقسى وما تهب وصو يطحوب والحاي دلعو لم علمي. آمين. وخانو عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميذة وكادو مار سامشتا ومن كل خون هونو دنيتا دمودي الدياتي تحداتو دحلو فيكون وحلو ساقية متشد ومتيه حوسو يطحو بوالحاية دلعو لم علمي.
وبهذا أوصاهم وحدهم قائلاً: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف، ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. مرحبا ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا على هذا القربان. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوسنا وأجسادنا من كل خطيئة وللحياة الأبدية. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك. احفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الإنطاقي، ومار موسى مطراننا، واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا. نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة. كن لهم ستراً وملجأً لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومار مارون ومار شربل والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم. اعضدنا بصلواتهم
وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكراً صالحاً لأبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولأمواتنا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا ربي في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودم المحيي لمن يتناول، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقداس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد من
منا إلى الله بتأيب وخشوع، وليسألوا الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب إله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. بالإذن من بنا جوزيف يلي بيحبوا يتناولوا ما عندهم خوف تحت الشكلين، ويلي بيتناولوا لوحدهم بيخافوا كمان في مجال الاثنين. عرفت بأن قد تعثر دربي فجئت إلي تقود خطاي، وتعرف أني بحبك ربي أليم كصب وفيك أوان، وليس لدربي سواك رفيق. يا طريق أسائل عنك بحيرة ضعفي وأوانيا، سمعت الخليقة تنشد لحنا لقلبي فتنعش إيمانيا، حلت لي الإقامة داخل بيتك. يا الله يا الله، عرفت بأن قد تعثر دربي فجئت إلي تقود خطاي، وتعرف أني بحبك ربي أليم كصب وفيك أوان، وليس لدربي سواك رفيق. يا الله يا الله، شجاني أنين اليتيم يضيع بصخب الحياة ولا من يجيب، رأيت عيون الشريد تتيه وشمس المحبة عنه تغيب، فأشرق علي بأنوار وجهك. يا الله يا الله، عرفت بأن قد تعثر دربي فجئت إلي تقود خطاي، وتعرف أني بحبك ربي أليم كصب وفيك أوان، وليس لدربي سواك رفيق. يا الله يا الله، إذا غبت عني شردت بذاتي، غرقت بحزني دهاني الضجر، وإن كنت في حييت فرحت، نثرت الطيوب فرشت الزر، تطيب الحياة تطيب بقربك. يا الله يا الله، عرفت بأن قد تعثر دربي فجئت إلي تقود خطاي،
وتعرف أني بحبك ربي أهيم كصب وفيك هوى وليس لدربي سواك رفيق يا الله يا الله. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ورمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء تعطى كل شيء واحمل الصليب تعال تجد الراحة والهدوء لن يغيب ظنك تعال. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. حيثما قمت أقيم أنا لن يغيب وجهي تعال. إني اخترتك لي عونا العلا يدعوك تعال. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. أحبتي، باسمي واسم مجلس الرعوي ولجنة الوقف وأهل هالرعية، نشكر صاحب السيادة على حضوره، خصص لنا 4 أيام تيكون معنا وعم بيتابع كل أخبار الرعية لحظة بلحظة. شكراً صاحب السيادة على حضورك بيناتنا، أكيد ما فينا إلا ما نقول لك البيت بيتك، ونحن كمان منفرح نكون عم نخدم هيدي الرعية بهالمملكة بفرح كبير. أكيد بدنا نشكر معالي الوزير هلسة على حضوره، بدنا نشكر كل الأشخاص اللي توافدوا وتقاطروا من كل الميل من هالمملكة المباركة تيتلاقوا بصاحب السيادة. رح يكون صاحب السيادة بصالون الشرف أكيد بعد كم دقيقة. بتمنى الأشخاص اللي بحبوا يحيوه وياخدوا بركته رح يكون موجود معنا جوا، وأكيد نطلب من سيادته يوصل تحياتنا لكل إخوتنا بالأبرشية كمان مطرح ما هو عنده وهج كتير كبير. وإن شاء الله الأيام مثل ما قلت بعزتك سيدنا إن كان بالمملكة أو بلبنان سلام. بعد بعرف قديش في خربطة اليوم، ولكن بالنعم اللي ربنا بيعطينا إياها أكيد رح ننعم بالسلام. شكراً على حضورك سيدنا، كمان كم دقيقة ومنتلاقى بصاحب السيادة بصالون شرف.
اذهبوا بسلام إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة ثالوث الأقدس برخمو ريشكو هني، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس له المجد إلى الأبد.